رحب عشرات المتظاهرين بقرار محكمة يدله إعدام 4 متهمين أدينوا في قضية اغتصاب جماعي لطالبة هندية في ديسمبر الماضي في حادث أدى إلى وفاة الضحية وأثار موجة احتجاجات واسعة في البلاد. المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مقر المحكمة وزعوا الحلوى على المارة. أود تهنئة الجميع رجالا ونساء، أولئك الذين نزلوا إلى الشوارع في أعقاب عملية الاغتصاب. أنا أوزع الحلوى لأن الحقيقة انتصرت على الشر. إنه انتصار للعدالة وللمواطن العادي ولضحايا الاغتصاب. الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة رأت في الحكم فرصة لعودة حقوق كل المتضررين من جرائم العنف الجنسي. ننتهز فرصة هذا الحكم الذي صدر في وقت قصير لفتح الآفاق أمام كل شخص تعرض لشكل من أشكال العنف الجنسي في هذا البلد. جعل مثل هذه العدالة متاحة للجميع هي شغلنا الشاغل الآن. وفيما يتطلب إقرار حكم الإعدام مصادقة المحكمة العليا الهندية، أعلن محامو المدانين 4 عزمهم استئناف الحكم في عملية قد تستغرق عدة سنوات.